دكتور محافظ ينبع. اي والله تعودنا الوفاء تقول ما ابغى تميز شلونك؟ الله يطول عمرك. احنا دارين احنا نشوف العرب الله يتذكر. اهلا وسهلا. يا الله اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. نورك يا اخوي. نور ينبع صراحه. شلونك طيب؟ ايش حال والدك؟ والعب طيب؟ ارسلت لهم خير؟ اي الله يبارك. والله شو نسوي لك؟ زيك تشرفنا دائما يا دكتور اقول ورافع روسه في كل مكان الله يبارك. واليوم اقول ينبع سعيد بالقوه. الله يسعدك. الله يخليك. حاولنا ناخذ من وقتك شوي. قال لي مراد لا تحاول. الرجل يا الله جايب الوقت علي والله. قلنا بناخذ شيء خاص عاد ما قدرنا. ان شاء الله تفضل. مساء الخير يا اخوان. مساء النور والسرور. سعادة المحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان السليماني، أصحاب السعادة ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. يسعدني باسمي وباسم مجلس إدارة غرفة ينبع أن أرحب بكم جميعا أجمل وأصدق تحية، كما يسعدني أن أعلن عن سعادة البالغة برعاية سعادة المحافظ ينبع لمنتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة 2017، والذي يأتي في ظل الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومتنا الرشيدة في تنويع مصادر الدخل الوطني. هذا هو إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المناط بها تنظيم ورعاية تلك المنشأة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. ضيوفنا الكرام، إن أهمية هذا الملتقى تكمن في أنه يتناول موضوعاً يمثل أهمية بالغة في تحقيق ما نستهدفه من تنمية مستدامة بأبعاده الثلاثة. أعطي الإطلاقات والندوات التخصصية المتعلقة بتنمية وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة على النحو التالي: توقيع اتفاقية التعاون مع الصندوق. ثالثاً، تنظيم ملتقى تنمية وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحت عنوان الفرص والتحديات برعاية من صاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة الأمير عبد العزيز بن ماجد بن عبد العزيز. رابعاً، توقيع اتفاقية التعاون مع مؤسسة المدينة المنورة الخيرية لتنمية المجتمع ولتنفيذ مراكز المملكة 2030، ويقدم خدماته لهذه المنشآت من خلال تشجيع قيم المنشآت الصغيرة ودعمها على حل التنمية. واليوم تتتوج جهود الغرفة بعقد ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة ينبع 2017 تحت عنوان محفزات للمستقبل، بهدف التعرف على الاختيارات الجديدة ودورها في تحفيز وتشجيع المنشآت الصغيرة على النمو والانتشار والتعرف على أفضل القطاعات الاقتصادية التي يمكن الاستثمار فيها. وأهم نقطة
اللي يتحدث عنها بيتر دراكر ما يسمونه بأبو الإدارة الحديثة هي التسويق. قد يكون لديك أفضل مشروع في العالم ولا أحد يعلم عنك، قطاعات حكومية خيرية وتجارية، قطاعات خاصة تحتاج التسويق. هذه النشاطات اللي نقدمها، واليوم كان أساس لمشاركتنا أننا نكون جزء في تعريف العالم بأنفسهم. شعارنا في الوكالة عرف العالم بنفسك. من البرامج كثير من الناس يجهل ما تعنيه وما تهتم فيه هيئة المنشآت الصغيرة المتوسطة. اليوم تفاجأت ولأول مرة أعرف، وتحية كبيرة جدا لغرفة ينبع، تحية كبيرة فعلا. شباب الأعمال بغرفة ينبع لمساعدة الشباب الذين يرغبون بتأسيس مشاريع فرق تجارية والتغلب على التحديات وتحسين وتطوير أعمالهم واستدامة مدير أعمال شركات استراتيجية. تطبيق عملي للعمل التجاري في هذا المجال. أيها الكرام، الآن نسمع إياكم إلى كلمة مع سعادة الدكتور غسان بن أحمد سليمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، أصحاب السعادة، أخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولاً الشكر لغرفة ينبع وأعضاء مجلس الإدارة لترتيب هذا المنتدى والجمع الطيب، والشكر للدعوة للحضور. أنا سعيد جداً بوجودي هنا مع شباب وشابات الأعمال والرياديين اللي إن شاء الله راح يكونوا فخر للمملكة بإذن الله، واللي على ضوء نجاحهم راح يبنى الاقتصاد حق المملكه. سيد فيصل المهم يخبر انه ترى موضوع تنمية مصادر الدخل كانت الخطه الرئيسيه الاولى للمملكه ورفض الولايات المتحده، والتركيز على القطاع الخاص برضه كان موجود من الخطه الرئيسيه الاولى. طب ايش الفرق الحين عما كان عليه من قبل 50 سنه؟ اللي اختلف من قبل 8 أشهر كنت أنا جزء من القطاع الخاص، وكل فترة زمنية من يوم ما تخرجت من الجامعة إلى الآن كنت جزء من القطاع الخاص. كنت طالع على القطاع الحكومي أقول هذولا ما هم قاعدين يشتغلوا الناس، يعني قبل شوية فرق على 7 و10 و7 و4 لقيت في بعض الزملاء إنهم سبقوني موجودين بداوموا من قبل. تلك الليلة فرجعت منزلي إلى 11:15 قلت هذا يمكن يعني يوم إن الهيئة المنشآت الصغيرة المتوسطة وعندنا وحدة عندنا زيارات مع الشركات الصناعية الكبيرة. كنا نقول لهم نبغاكم تيجوا إلى المملكة العربية الدولية ويكون لكم مصانع في المملكة، الشركات الكبيرة إنها تكون متواجدة عندنا في المملكة. فأهميتها يعني ما هي صورة بس في نادمة، لكن إن شاء الله بتواجد معكم أجاوب على أي أسئلة واستفسارات اللي إن شاء الله يعني ستلعب بها المملكة العربية السعودية. نكون وإياكم الآن في جلسة نقاش مفتوح لجميع الإعلامي طلب مسؤول. سمعنا أخبار جميلة ورائعة جدا وفي تساؤلات كثير للشباب والشابات، كيف يستفيد الشاب أو الشابة مباشرة الآن من هذه المعلومات الرائعة؟ نسبة مشاهدة التلفزيون في المملكة عموما في العالم أجمع مقارنة بمشاهدة وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت تحدث فارق كبير. الشباب يشاهد وسائل التواصل الاجتماعي بشكل أكثر. الخبر اللي صدر دكتور اليوم بيقول إنه موجود في الجرائد 80,000 وظيفة. هل في توجه الهيئة هذه الأيام إلى الخروج إلى الشباب عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟ مراكز الخدمة الموحدة هي آلية للتغلب على المشاكل اللي موجودة في الإجراءات. يعني احنا لما جينا نتعرف على المشاكل اللي يواجهها القطاع الخاص وخاصة القروض، صار في تواصل مع هيئة السياحة، ودحين في برنامج مشترك للاستفادة من برنامج كفالة لتمويل مشاريع السياحة. فعبر كفالة ان شاء الله راح يكون في تعاون بإذن الله، وانا لي الشرف انه اكون رئيس مجلس إدارة كفالة. من أكبر المحفزات لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة هو برنامج المشتريات الحكومية. السلام عليكم، المهندس يحيى المالح شاب عمال. دكتور يعطيك العافية، التكامل صار الحين ما شاء الله متكامل بين إنشاء هيئة، جهات تمويلية، إن شاء الله السوق تكون يعني محفزة للعمل.
ولكن النقطة الجوهرية اللي تخلي شباب الأعمال شوي نوعا ما يعني لا يتفرغ لعمل الخاص هو التأمين. صغيرة قدرتها للتفاوض أضعف بكثير من المنشأة الكبيرة. يعني لو أنا عندي مثلا شركة فيها 10,000 موظف وقاعد أفاوض شركات التأمين على تأمين صحي للـ10,000 موظف، السعر اللي رح أخده أنا غير لو أنا عندي 5 موظفين. جمعيات تجمع الاحتياجات المنشآت الصغيرة المتوسطة وهي تتفاوض مع مقدمين الخدمة يعمل تأمين صحي خاص فيه. هذه يمكن ملاحظة نأخذها يعني بعين الاعتبار، أنا رح أجيدها عندي وما دونناها عندنا، وعوائق يمكن لسه ما تعرفنا عنها عشان نحاول بإذن الله يكون لنا دور فيها حلها. تعاني في التمويل صحيح الآن الأفضل، لكن لا زالت البنوك لا تقبل بتمويل المرأة. أبغى أديكم بس نظرة إيش هي العوائق، أهم 5 عوائق. أول عائق أنا ذكرته بالترتيب اللي هو الأنظمة الحكومية والبيروقراطية والإجراءات الحكومية. العائق الثاني كان التمويل. العائق الثالث احنا سميناه الوصول إلى السوق اللي هو جزء منه موضوع المشتريات الحكومية يغطي احتياجات كثير من المشاريع هذه. في حاجة ثانية اللي سموها تمويل بس من البنوك، يكون في شركات تمول. هذا دورنا نحن إنه كيف نقدر نفعل هذا الموضوع عندهم. دور الجامعات كيف يقدروا والكليات كيف يزرع القدرات اللي تمكنهم إنهم يعني يمارسوا هذا الدور. كيف نقدر نغير؟ سؤالي واستفسارك بخصوص موضوع الجرين كارد الذي سوف يقر، ما مدى تأثر الفئات الصغيرة والمتوسطة من هذا النظام، ومدى حماية الهيئة لصغار التجار؟ شكرا. شائعات، لكن الآن ما في أي قرار اتخذ. عندنا موضوع التستر من المشاكل الكبيرة اللي نعاني منها بالمملكة العربية السعودية. نقدر نصحح وضع المنشآت القائمة المتستر عليها. هذا يختلف عن أن نفتح الباب على مصراعين لدخول منافسة من غير سعوديين في السوق السعودي. كثيرة كمان نطلبها تستهدف الشركات الناشئة. كل رجل إن شاء الله في الشركة. شكرا جزيلا الى رئيس غرفه تجاريه ينبع ومعالي محافظ ينبع ساعد تسليم. حياكم الله محمد الشباب لا يعرف. الان على شرف سعاده محافظ ينبع المهندس مساعد تسليم نشهد واياكم توقيع اتفاقيه تعاون بين الغرفه وعدد من الجهات اعداد الخارطه الاقتصاديه لمحافظة ينبع والمناطق التي تخدمها الغرفة، تتضمن كشاف للفرص الاستثمارية المتاحة لمحافظة ينبع مع مركز الدكتور عاصم عرب الاستشارات. الآن يقدم رئيس لجنة جائزة أفضل منشأة واحدة المهندس يحيى المالح آلية المسابقة. تكلم عن نبذة بسيطة عن الجائزة بأنه تم تشكيل لجنة للجائزة برؤية كل من الأستاذ ناصر الوافي رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية والمهندس محمد يسير الشيخ رئيس اللجنة الصناعية والأستاذ نمر مسعد الحجوري أخصائي علاقات عامة والأستاذ عبد العزيز الحمادي إدارة المعلومات والأستاذة اعتدال علي البيشي رئيسة القسم النسائي والأستاذة هيفاء عطية حداد مساعدة إداري ومحدثكم رئيسة للجنة. وتم تحديد القطاعات المستهدفة في دورتها الأولى وهي القطاع الصناعي، قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، قطاع صيانة السيارات، وقطاع المطاعم. القطاعات المشاركة، القطاع الصناعي مصنع ينبع للكيماويات ويتسلمها المهندس جلال هاشم السيد، فليتفضل. قطاع صيانة السيارات مؤسسة علي السهلي لصيانة السيارات بالطبع الأستاذ علي بن السهلي. قطاع الاتصالات مؤسسة حمود السناني للاتصالات يتفضل الأستاذ حمود السناني. يتفضل الأستاذ فيصل السناني. أحمد الحربي للاتصالات. قطاع تقنية المعلومات مؤسسة نادر الجهني. قطاع المطاعم
مطبخ ومطعم الساحل الغربي. يتفضل الاستاذ فهد. يتفضل الاستاذ عبد العزيز محمد الخطيب. جامعة فارس اللي هي الأولى عالمياً في ريادة الأعمال صاحبة الحالة مع كلية الأمير محمد اللي هي مدينة الملك عبد الله الاقتصادية. منتدى شاطئ الدولفين. حاضر طلبة المهندس مساعد السليم. يا اهلا وسهلا، قابلنا بالاعلامي اللي نفتخر فيه صراحه الاستاذ فراد باسمبر. كيف حالك؟ شرفتوني وزعيم بشوفك. انت اللي شرفتنا وشرفت ينبه صراحه. كيف حالك؟ طيب دور باهلها. ويعني اليوم انا متراجع جدا بكميه الشباب وفتاة الشباب اللي غرفه ينبه كلهم شباب. واحد جالس يقول هذول اللي ممكن يغيروا باذن الله، وكان اول دليل اليوم الحفل. نتكلم على اليوم لسه دوم 6 شهور ماسكين جايبين فطاحنا مساهيئات المحافظ وكلهم كل هذا كده. لسه باقي جلسات بكره ان شاء الله يكون لها دور. الاهم رسالتي لهم ان شاء الله ان التوصيات اللي حتطلع يكون موضوع تنفيذ زي ما تفضل. الله يسعدك. شكرا لك، شكرا لك، ونورت جنبه صراحه. الله يسعدك. الله يسعدك. وهنا اعضاء فريق ومنظمين الغرفه التجاريه، الله يعطيكم العافيه، ما قصرتم صراحه، كانت ملتقى اكثر من روعه. معنا الأستاذ طلال الرفاعي الأمين العام المكلف للغرفة التجارية. كيف وجدتم الإقبال من خلال الحاضرين؟ والحمد لله الإقبال كان جيد جدا، وما كنا متوقعين هذا الكم من الإقبال، ونحن الحمد لله الله أعطانا على قد نياتنا، وكان الإقبال جدا جدا رائع. والإعلاميين هم بأمانة كانوا داعم لنا في الملتقى. حضور الهرم المشاة الصغير والمتوسط الدكتور غسان سليمان كان في زخم للملتقى. واتمنى من الشباب بكره ان شاء الله باذن الله في عندنا فترتين، الفتره الصباحيه للنساء فقط والفتره المسائيه للرجال. اتمنى من الشباب شابات وشباب ان يحضروا الملتقى للاستفاده من الملتقى. الملتقى في الشركه الصناديق الداعمه الحكوميه يستفيدون منها، المبتدئين في التجاره يستفيدون منها، مو شرط انه دعم، يستفيد افكار جديدة. يعني حضورك ما هي بخسارة أبدا، تجي وتروح وانت ان شاء الله كسبان بإذن الله. كسبان معنويا او فكريا اكيد طبعا، كسبان كسبان ما فيها كلام. يعطيكم العافية، شكرا لجهودكم. شاكر لكم كلكم أمان. شكرا لك. ويا اهلا وسهلا، عرفنا عليك. عماد الرفاعي، مدير الصيانة في الغرفة التجارية في ينبع. كان الملتقى ناجح واشكركم انت اولا. الله يعطيك العافية، وبجهودكم كمان احنا بخير ومتفلي الشغالة. الله يعطيكم العافية، شكرا لكم. ومعنا الاستاذ محمد الشيخ عضو مجلس الادارة، كيف حالك؟ هلا ومرحبا، حياك. كيف وجدت الملتقى؟ حقيقة ملتقى واعد جدا وجميل، ويصنف يعني من الملتقيات الرائعة. يعطيك العافية، شكرا لك. وهنا فريق ينبع جايز ما قصروا في التنظيم والترتيب وفي الاستقبال، الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. ومعنا الأستاذ رايد الصايغ، كيف حالك؟ حياك الله حبيبي. أنتم ما شاء الله فريق مبدع وحركات، يعني ما شاء الله تبارك الله. حطيت لكم بصمة ولا أحلى، ما شاء الله تبارك الله. طيب بصمة في كل مكان في ينبع، ما شاء الله تبارك الله، في الهيئة الملكية طبعاً. دورنا الآن في الملتقى لمدة يومين تنظيم التسجيل، تنظيم المسرح، تنظيم الدخول والخروج، وإن شاء الله بإذن الله راح نبيض الوجه بإذن الله. ما قصرتم صراحة، جهودكم كان باينة، الله يعطيكم العافية. شكرا لك. يا أهلا وسهلا، معنا الأستاذ عبد العزيز حجي عضو مجلس الإدارة، كيف حالك؟ حبيبي طويل العمر. كيف وجدت الفعالية؟ أول شيء أشكر جميع الأخوان في الغرفة، على رأسهم رئيس مجلس الإدارة الأمين العام، جميع أعضاء مجلس الإدارة، موظفين الغرفة بشكل عام، اللهم لك الحمد على النجاح. الحمد لله اليوم الأول، الحمد لله هذا أول يوم كان لقائنا مع دكتور غسان، الحمد لله تم بنجاح. إن شاء الله بكرة عندنا الصباح جلسة نسائية كاملة حيكون فيها متحدثات بمشيئة الله، منهم سيدات أعمال ومنهم مركز حضانات الأعمال في الهيئة الملكية حيكونوا إن شاء الله موجودين معانا، وإن شاء الله في المسرح حيكون الجهات الممولة كلها إن شاء الله حتكون موجودة، وهذا الشيء حيكون فيه حضور نسائي ورجالي بمشيئة الله بوجود الجهات الممولة. إحنا بنساعد جميع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال
جبنا لهم جميع الجهات الممولة هنا في الغرفة إن شاء الله نلقاهم بكرة إن شاء الله ويعرفوا إيش الشروط وإيش الطلبات للحصول على التمويل. جميل جدا، بمعنى حضور التجار بكرة خاصة للناس المهتمة في الدعم مهم جدا جدا مهم. وبرضه في شيء ثاني بإذن الله حيكون بكرة في فقرة معانا اسمها عندي حلم عندي منشأة، تطرح إيش الفكرة اللي عندك وبحضور رجال وسيدات الأعمال بكرة إن شاء الله تطرح عليهم الفكرة وهم يفيدوك بإيش الإيجابيات وإيش السلبيات اللي تكون في هذا المشروع. شكرا لك حبيبي حبيبي الله يديك إن شاء الله نجاح المنتخب والله من جهدكم وحسن تنظيم الصفوف والجمهور والدخول بسلاسل كل هذا المكسب بسم الله جل وعلا بجهودكم. شكرا محمد مصطفى. انت كهربائي هنا في الغرفه، يعطيك العافيه. شكرا لك، بوجودك احنا بخير هنا، الكهرباء ما طفت علينا. الله يعطيك العافيه، شكرا لك. يا اهلا وسهلا يا مرحبا. الحمد لله كده تنتهي الملتقى في اليوم الاول، ولنا لقاء غدا موعد جديد باذن الله بعد العصر ان شاء الله الساعه 5 العصر. الملتقى كانت اكثر من روعه، كان في شباب ما شاء الله تبارك الله عليهم، يعني كانوا مبدعين جدا، سواء في قطاع أعمال صناعية تجارية غذائية، فأشكرهم صراحة على هذا البذل والجهد. وكذا أقول لكم سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وكن مبتسما دائما في أمان الله.